السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مراد ابني، بشكر الله يلي تقبل دعائي وعرفني عليك قبل ما اموت. هذا الشيء اكيد من فضله علي. من اليوم صار الفرن الك حلال زلال. امي اهلين، تسلم لي، الله ياخد بيدك. شو معلم؟ مو ناوي تيجي معنا؟ طبعا رح اجي. هات بوسي. يلا. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. شو أخباركم؟ بخير يا بنتي، عم ندعي لك بالسلامة. كيفك أنت؟ خالتة مروة. شو رأفت؟ شكلك مكيف اليوم. ابني مراد، شو صار لك؟ خير خير أمي. متأكد إنك منيح مراد؟ متأكد. صار لازم روح على المستشفى، إن شاء الله تشوفوا الخير على وش الفرن. إن شاء الله ألف مبروك. شكرا مروة. تسلمي. ميسرة. أما مراد يلا. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام مراد، وأخيرا رجعنا. ألف الحمد لله. أوه صباح الخير. يعني أنا ما بستاهل تحكوا معي؟ نحكي معك سونا؟ نحن عم نفتح محلنا. نعم؟ نسيان أني عم بشتغل بالفرن؟ شبك مراد؟ في شي؟ ما في شي، بس ولا شي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، هاي هي شغلتك من اولها، مفتاحك مصدي. لك سونا لخمتيني، بكفي بقى. تفائل شوي بالخير. يمكن لأنه قديم، هلأ بروح بطبع واحد جديد، شغلته بسيطة. لا عمي، أنا أسرع منك، أنتوا استنوني هون. Thank you.
لا لا خير أخي، فيك شيء؟ هات إيديك رأفت، بردانين كتير. أنت بردان حبيبي؟ أخي إبراهيم، نحن رايحين، رأفت برد، بس يجي مراد خبره. والله أنا كمان مضطرة أروح عم إبراهيم، بس يوصل اتصل فيني ماشي؟ خاطرك. الله معك ست ملك. شو يلي صار معك يا مراد؟ الأخ رضا، رح أعتبر حالي ما سمعت منك شي بنوب. وليش مكبرها؟ كله سباق وما كان. سيرما ما رح تفوت سباقات لأني مو مستعد ألعب عليها قمار. روح من خلقتي. إيه شو أنت شايفه سباق حقيقي؟ هنن كم واحد من الضيعة حابين يتسابقوا مع بعضهم، وأهل المدينة كمان رح يدفعوا لنا مصاري كتير. قلت لحالي أنت بتستفيد. إيه هيك على أضرب. أنت بدك تلعب لعبة وسخة بطريقة نظيفة. لا، كلها شقفة فرس. إيه بس أغلى من ابنه. شو يلي عم تخبصه أنت؟ إذا ابني ما فهم شو بدي، هي بتفهم علي. إذا بصير أي شيء لسير ما، والله بحرقك. فهمت علي؟ فيك تنقلع. أنا وفرسي ما لنا علاقة بأفكارك. مراد وين كنت؟ على أساس رايح تصب المفتاح وما عاد ترجعت. أمي بعدين بنحكي، لازم روح. يا ابني، إبراهيم ناطر. أنا بحاكي. الله يهدي لك بالك. شوفي خالة ملوك. آه، لك من وين جبتها؟ هي كانت بالجنينة. شوفي يا حرام بردانة. تركها تروح رأفت، بلكي فيها مرض. لا، أنا بدي إياها. طيب بلكي إلى صاحب. والله ما إلى صاحب، خليها تضل عنا من شان الله، خليها. خلص ماشي. الله يخليكي ماما. طيب خليها، هات لها شوف. الله حيه. فوت. أمرك يا رضا، أنا بعرف كيف خليها تفوت على سباق. مين في هون؟ أنت شو عم تعمل عندك؟ السلام عليكم. الأخ رضا هون؟ نلع. لازم شوفه بالأول. يا أخ رضا. ها؟ مراد؟ السلام عليكم رضا. وعليكم السلام. هاد ما بيرد عليه السلام، لازم يطلع. مراد، نحن مشغولين كتير بهالوقت، إذا في عندك شي قوله، مثل ما أنك شايف كتير معجوقين بالشغل. أنا عندي مشكلة كبيرة. مالنا علاقة بمشاكلك يا أفندي، نسيان حالك شو عملت؟ تعرف قديش ضلوا أبي عم يبكي بعد قصة سيرما؟ مرض كتير وما آمن التخت. أنت اللي سرقت سيرما ما؟ يا ابني لا تحكي هيك، إن بعض الظن إثم. مراد متهم إلا أنه ما في لا دليل ولا شاهد. سيد حالك شلون ضربت لما سرقت؟ ولا المذنب الحقيقي قدامك وانت؟ لا تحكي كلام ممكن تتحاسب عليه يوم القيامة يا ابني. الله وحده بيعرف الحقيقة. بدري معه حق، انا المذنب. شو؟
أنا اللي سرقت لسيرما، يعني الزمزمبي. لما اجيت لعندك انت ما رضيت انك تفوت سيرما بالسباق، بعدين بنص الليل خرسي 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 لك خرسي. انت اللي سرقتها؟ لك ليش؟ سيرما ما بتنضرب. كان في زلمة له علاقة بالسباق، بعتوا ياها؟ رح اقول لك القصة. شلون؟ فرس أصيل حلوة بس شكلها تعبانة كتير، اوعى تكون ضاربها. شو هالحكي هاد يا زلمة؟ بس عصلجت معي شوي وضربتها كم ضربة لتتحرك مو أكتر. بس هيك بينزل سعرها. هلا أنت يعني؟ اجت الشرطة، اهربوا بسرعة. ولما اجت الشرطة فكرتهم رح يرجعوا لك إياها، قبضوا علينا بس سيرما. وليش عم تخبرنا؟ انت شو بدك منا؟ بس مشان تذكرنا باللي نسينا؟ نلع لبرا نلع. طيب بلكي قدرت لاقي لكم سيرما، انا فيني رجعها اذا بدكم، فيني اعطيكم حقها كمان. لنفترض انك رح تدفع لنا، بس سيرما المسكينه مين رح يدفع لها حقها؟ اخ كيف طاوعك قلبك تلف الحبل عليها؟ كيف كيف طاوعك قلبك تضربها؟ كيف لك هي ما بتقدر تقول اخ، ما بتقدر تقول بكفي، ما بتعرف تحكي لتقلك يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم. لك انت ما عندك شفقة، لك انت ما عندك رحمة. انا يمكن فيني. ما فيك تعمل شيء، احنا دورنا عليها كتير والنتيجة سيرما ماتت. هلا روح من هون، تركنا بحالنا، خلي حسابك مع ربك. يلا دومان. يلا دومان تعالي لعندي. هوب هوب. رأفت انتبه، هلأ بتخرمش لك ايديك اذا كانت مانا ملقحة، تأذيك يا حبيبي. بس يجي عمو مراد بخليه ياخدها على البيطري مشان يلقحها. إذا عمك مراد فاضي رح ياخدها. عمو مراد. مين يلي جابها؟ عمو مراد أنا لقيتها بقلب الجنينة، كانت بردانة يا حرام، شوف كيف عملت لها بيت. برافو عليك. شعراتها كتير حلوين. مراد شو اللي عامل هيك بإيديك؟ هاي القصة طويلة كتير يا أمي، بس ما عم تخليني أقدر أرفع راسي. تعال حبيبي تعال. أما مراد فينا بكرة ناخد دومان عند الدكتور البيطري؟ أكيد حبيبي بناخدها، لأن دومان إذا بطنها عم يجعها ما رح تقلنا،
هي ما بتعرف، مو هيك عمو مراد؟ يعني مثلا اذا زعلت ما بتحكي، كمان اذا عندها صاحب قبلنا ما بتعرف تقلنا مين هو. مزبوط عمو مراد؟ ايه مزبوط. نحن هلأ لازم ندير بالنا عليها. يعني الصبح منروح على البيطري؟ إن شاء الله. تصبح على خير عمو. تلاقي الخير. مراد، عمو مراد يلا دومان عم تستنى. ما شاء الله صحتها منيحة، حظها كتير حلو إنها وقعت بإيدين ناس مثلكن. لو ما أنا معكن هلأ كانوا رح يحطوها بقفص ويبيعوها بسوق الحيوانات. تنباع؟ ليش قديش حقها؟ إيه طبعاً بتنباع، يعني بتسوى شي 300 دولار تقريباً. للأسف صارت تجارة بكل معنى الكلمة. أنا ما بدي بيعها، ما بدي. برافو عليك. حرام نبيعها مو هيك؟ شي أكيد حبيبي شي أكيد. إيه لا، هاد ناوي ينزع الشغل، كتير واضحة. إذا لهلأ ما إجا بكفي إنه مبارح نطرك. سونا ليكي صار لك ساعة عم تنقي ولهلأ ما عرفت تسكتي؟ معناتها نحنا صار لنا ساعة ناطرين الأفندي، مو هيك عم إبراهيم؟ بس قلو نحنا مالنا خدامين عنده. ها شرف أخيرا. شو هاد اللي حاملينه؟ مبين إنه قطة غريبة والله. إيه من غير حيوانات مضيع ما كان ناقصه غير قطة. لشوف شو ناوي يحكي هلا. دخيلك يا ربي، الصبر من عندك. مراد شو اللي معك؟ اه شو هاد؟ كيفك عمي؟ لا تأخذني مشان مبارح خليتك تستناني. عادي يا ابني، اكيد في عندك اسباب. هي القطة الي، كتير غالية هالقطة. البيطري قال انه حقها 300 دولار. يا لطيف ما احلاها. شكلها ما حبتك. رح تفتح مراد؟ أكيد رح أفتح. طبعت المفاتيح وطبعت لك نسخة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. كاتب لك تفتح الفرن عمو مراد. ماما ملك هيك قالت، قال لما ما بينفتح بابك بيكون في باب تاني مفتوح وراك لازم تسكره. عم إبراهيم وصل رأفت على البيت. رح وصله بس شوفي. انت خليك عم إبراهيم، بلكي حدا أجا يسأل عن شي أنا رح وصله. ايه حبيبي. تفضل أخي. رمزي هون شي هداك اليوم نفدت، كانوا راح يقبضوا علي،
كان راح مستقبلي. وإذا مفكر إني راح أتعامل معك مرة تانية بشي شغلة بتكون غلطان كتير. حمد ربك إنه انسجنت وما وقعت بإيدي. والله لو إني ماسكك كنت خليتك تندم. ماني جاي مشان شغل. لكان مشان شو؟ عم دور على سيرما. وين ممكن تكون؟ الله يعينك. أكيد أنت صاير شي لعقلاتك بالسجن. يعني شو ناوي تعمل بسيرما بعد ما مشي الحال؟ جاوبني على قد السؤال. قلي شو صار بعد ما ضيعنا الشرطة؟ على الأغلب نحن بعد ما هربنا الشرطة أخذت الفرس. شو بده يكون يعني؟ هيك يعني. إذا بدك تتأكد روح لعند صاحبها واسأله. ولا خايف؟ إذا الفرس ما ماتت فأكيد سلموا إياها. صح كلامك. معقول ما قلق أي صاحب؟ أنا صاحبة. قدرتوا تعرفوا شو نوع هاي القطة؟ شيرازية. شيرازية؟ عن جد شيرازية؟ بدري شو بدك كمان؟ بدي أعرف مين قال لك إنه سير ما ماتت. ليش؟ بدك تلزق التهمة بغيرك؟ الشرطة اجت وقتها. هذا يعني إنه كان في إخبارية علينا. يعني اللي خبري بيعرف إنه أنا اللي سرقتها. والطبيعي إنه يسلمكن سيرما. إيه ما ماتت. وصلت ولقيتها عم تصرخ. روح على هلا عم بتحوم حوالين هذا البيت. أنا مليت مليت. أنت ليش بتكرهها لسيرما؟ هي مجرد حيوان مسكين. حيوان مسكين. لكن أنا المسكين أكثر من هي الفرس يا مراد. هلا أنت بتعرف بعمار الأحصنة؟ بتعمر. بتعيش قد الإنسان تقريبا. ليك سيرما ولدت بهي البايكة وأنا بهذاك البيت. أنا أبي تركني بحضن أمي وراح يا مراد. تعرف لوين؟ لعندها عند سيرما. ومن وقته وهو سيرما عملت سيرما أكلت. بدري روح طعمي سيرما. بدري خد سيرما ومشية. بدري منشط لي شعرها. بدري لا تتغابى. أي أب رح يفضل له؟ أبي أنا. أبي أنا مراد. أبي كان يحب سيرما أكتر مني بكتير. هي صار لغايب سنين وما نسيها. وجيت حضرتك ذكرته فيها من جديد. بابا سكر على الموضوع ونقلع من هون. يلا إبراهيم. قلت له إنه لسه ما فتحنا بس هو أصر إنه يحطه. شوفي حبيته؟ حلو كتير. طبعا حلو. بزماناته كان حصان مشهور. بالضيعة في عنا اتنين بيشبهوه بس. من زمان كنا نتسابق بالضيعة بس هو مو سباق رسمي يعني شغل شباب. بعرف. وشو عرفه؟ بعرف لأني كنت عم راهن على فرس. بس هذا الحكي قديم. بالله وشو صار؟ السباق ما مشي حاله.
لأني وقتها خبصت. الفرس اللي كنت بدي راهن عليها ماتت، كان اسمها سيرما. سيرما؟ سيرما ماتت؟ أنا يلي بعرف سيرما. لهلا أنت ما قلت لي من وين بتعرفها؟ عن جد شكلك أغبى حرامي بالعالم كله. سيرما فرس فيك تميز عن كل الأحصنة. والله يلي عملته الله ما بيقبل. شايف هدول؟ ليش شو عم يعملوا؟ الله أعلم. على الأغلب كانت أفعالهم مو لوجه الله. شكرا لك. الله يجزيك الخير. دير بالك. ليك ابني، هذا الطريق قصير وبيوديك فورا على ضيعتنا. ابقى زورنا. أكيد بتشرف. بأمان الله يا ابني. هي منيحة بس. بس شو؟ وضع سيء ونحن عم نضغط عليها. لا تحكي عن وضعها، لأنه إذا عرفوا شبهها بيطلعوها برات السباق. هذا السر بيني وبينك بس. سيرما يا أصيلة، استني أنا رح ساعدك. شو هاد اللي عملوه فيكي؟ أنا السبب بكل شيء ورح خلصك يا حلوة. اهدي شوي. يا ويلك إذا بشوفك هون مرة تانية. لاقي لك حارة تانية تعرش فيها. الحمد لله على سلامتك. يسلموا يسلموا. الله الله شبك، جيبوا لنا آلة بسرعة. لا تقوم. شو انت مو سائل على حالك؟ مروة انا منيح. واضح مروة. مثل العادة مراد افندي. سيدي خراز لا تحكي ولا كلمة. حاسس حالي عم بشتغل مشان حضرة جنابك. انا اسف مروة. بعد المناوبة تعي على المغفر وخلينا نرجع مع بعض. ماشي؟ اكيد بابا. وانت حاجتك بقى، فكر الناس ما عندهم غيرك. الأخرضة أنا مضطر روح بسرعة. استنى لوين؟ ليكي دومان، هاي الفارة إلك لحالك، يلا كليها. فارة فارة فارة، خدي فارة. رأفت ابني تعا حط اللحشة ورجع لعاب. حاضر. تعي يا بسي.
لك تسلم لي القطة اللي بتسوى 300 دولار. امسكتك تعي ولي. ايه دخيلك؟ ايه دخيلك؟ مياو. كبوها لهي القطة. بنتي شو صار؟ هي قطتكم خرمشتني يا الله. كنت جاي مشان اسألكم اذا معتازين شي. يا بنتي روحي على الدكتور خليه يشوفها ضروري، لأنه الجرح كبير بلا ما يتجرسم. ليش؟ شو بصير؟ والله أنا ما بعرف، يعني القطة مو قلنا بلكي مريضة. روحي قبل ما يصير شي. بسيطة ما فيها شي، أنا رايحة. بسرعة غرفة 12. حاضر. يلا خدوا بسرعة. حدا يساعدني، حدا يساعدني. ايه انتبهي يا. الحقوني بسرعة، ايدي مجروحة، الحقوني. شو صاير؟ يعني مانك شايفة شو؟ في قطة خرمشتني بايدي واحتمال تكون مريضة كمان. اي 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 حاجة صرخي قربنا نخلص. انا قطة تعمل فيني هيك؟ بدي خليها تندم. ليش انا بيجيني من مراد غير البلا؟ قطة رأفتي اللي خرمشتك؟ ليش بقى؟ هي القطة مو مريضة، ولقاحاتها كاملة. الإبرة راحت على الفاضي. شو؟ لكن ليش عطيتيني إياها؟ هدي. رح أقدم شكوى ضدك. أروح اشتكي. ببساطة بقول هي ما قالت لي عن أي قطة عم تحكي، ما بيطلع علي شي. يا ستي الحمد لله لساتك عايشة. أخ رضا؟ مراد بكفي، تركني بحالي بقى. سير ما سير ما عايشة. حاجة تخرف. أنا شفتها بعيوني يا رضا. وكيف بالله؟ قالوا لي ماتت، دورنا كتير. بكفي مراد. أخ رضا رح رجع سير ما، بس وساق فيني أنا السبب وأنا رح رجعها. بابا بكفي. ابني ما سمعته عم بيقول انه سيرما عايشة. كيف بدنا نعرف اذا كان سيرما عايشة؟ بلكي هي القصة لعبة من العاب الوسخة. ظاهر ما راح تصدقوا غير اذا رحنا سوا. اذا انا كذاب اعملوا فيني اللي بدكن اياه وما راح ازعل. استنى بابا، انا لي سنين عم بستنى وما عاد فيني اكتر من هيك. شي مرة اسمع مني، مرة واحدة يا بابا، مرة واحدة وما راح تخسر. إذا بدنا نروح لازم نخبر الشرطة. نحن ما بنعرف مين رح نواجه. تمام منروح على الشرطة، تركوا هي القصة علي أنا. يعني اللي صار مبارح من ورا هالقصة وبدك يعني اترك شغلي مشان حصان؟ سيدي القصة مو هيك، هالزلم اللي واقف برا الفرس بالنسبة لإله أغلى من كل حياته. أرجوك. لك لك بس بس نحن شو دخلنا يعني؟ هي مو من اختصاصنا. سيدي الوقت ضيق، ولو الموضوع ماله خطير ما أجيت لعندك. امشي لشوف. حضرة الضابط عاصم حكيت لكم عنه، هو راح يساعدنا. لك اسكت لك شوي، خلينا نعرف نشتغل. مرحبا. اهلين فيك سيدنا. مراد حكالي عن الموضوع بس ما فينا نعمل اي شيء، مشان هيك اذا بدكم يعني ساعدكم بتضلوا هادين وما بتعملوا الا يلي بقلكن عليه. ماشي؟ اكيد يا سيدي اكيد. خلونا نروح على السيارة. يلا. متأكد؟ طبعا سيدي متأكد. خلونا نفوت. هوب 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 لحظة يا
طول بالك شباك، شو حكينا قبل شوي؟ ما في حدا بيقدر يهرب فرس كبيرة بدون ما نشوفه، خلونا نشوف بالأول، تعوا معي. يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. شكرا، وصلتنا إخبارية عن فرس ضايع وجاي ندور. من إمتى؟ تقريبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيدي، خدمكم بشي؟ نحن جايين نعمل نظرة ونروح. تكرم، نحن بأمركم، تفضل. هاد هرمز وهاد دفتر. وهذا الحصان سلطان. وهاد دفتره. وهذا كراتاي. وهي دفتره كمان. تمام. آخر حصان عندي كرايال. وهذا الدفتر تبعه سيدي. سيدي بعرف مكانه. شكرا. فوتوا، كانت هون. وين راحت؟ ما في شيء. يلا بابا خلينا نروح. صدقني يا سيدي كانت هون بالضبط، أكيد خبوها. على كل الحق مو عليك أنت، حق على الغبي يلي رد عليك، نقلع من وشي. كانت هون، يمين بالله كانت هون. الله يعينك شو إنك واحد مسكين، أنت عم تتخيل. رح نشوف بعدين. طول بالك يا رضا. أخ اسمعني. لك حل على هالزلمة. شوف كيف صارت حالته. انت هيك صرت قاتلني مرتين يا مراد، بس الله يسامحك. اخ اخ نفسي خليك مقطوع هود وما اخذك معي. بس ماشي خلصني يلا، بس اوعك تحكي كلمة. سيدي ليش بدي اكذب؟ ما قالي اي مصلحة. لك لساتك عم تحكي ولا؟ طلع خلصني. كيف فهموا القصة؟ كيف؟ كيف؟ ايه يا ابني بدي تلاحق لي ملفات سنة 2003 تبع السباقات غير الرسمية وتشوف المسؤول عنها. تمام. ألو تفضل سيدي. إيه طيب جاي. دخيلك يا الله. شو نحن ما ضل عنا بالمخفر غير حضرتك لنحل المشاكل تبعك؟ إيه تحملني سيدي. ما علينا، على الأغلب معك حق. بيني وبينك أنا ما ارتحت لهداك الزلمة. إيه بس مو هذا اللي شاغل بالي يا مراد. اسمع لقلك، انت مانك عرفان شو بدك بالضبط، بس جاوبني، انت بتعرفه منيح لرضا؟ مو هالمعرفة القوية، ليش عم تسأل؟ يا ابني اذا اطلعت على هذا الملف رح تلاقي قيد باسم سيرما. كيف؟ هاي الفرس لقوها بسنة 2003 وتم تسليمها لصاحبها. القضية انتهت وتسكر الملف. يا مراد انتبه، بركي هالجماعة ناويين ينصبوا عليك.
عند الشريك. بلا شريك هلا، كنا رح ننكشف. وبفضل حضرتك ما انكشفنا. انت بعتلنا الخبر وانا خبيت الفرس بسرعة. وين هلا؟ بالبايكة؟ مخباي، بعد شوي منوديها. سيدي بس استنى ليخلص السباق، ساعتها منرتاح. بعدين إذا بدها تموت تموت، وإذا بدها تمرض تنفلق. أهلين بالشريك. بلا شريك هلا. محمد طلع الفرس، لازم نروح. حكيت مع الدكتور، يمكن ما بتتحمل منشطات. خلصنا، إذا كتير خايف عليا مين قالك تبيعها حبيب قلبي؟ روق روق. الشرطة اجت يا شباب، اهربوا. شو صار لك؟ عم يجعك شيء؟ بدري. ليش هيك عم بتساوي؟ إيه بدك ما تواخذني. لا تعوص. بعد عن الفرس. سيرما قربت تموت. لا تبكي بابا. سيرما رح تعيش إذا رب العالمين راد هذا الشيء. ابني. خلص بابا.